حالة من عدم الاستقرار الجوي يتوقع أن تبدأ تأثيراتها في بعض أجزاء من المملكة يوم الاثنين. التفاصيل بعد قليل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. إذا تبدأ المملكة تدريجيا تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي هي ناتجة عن عبور لجبهة هوائية باردة سطحية ستعمل على نشوء هذه الأحوال الجوية غير المستقرة خلال ساعات نهار يوم الاثنين. تشمل المنطقة الجنوبية الغربية أجزاء حتى من المنطقة الغربية سواحل وسط البحر الأحمر وامتدادا حتى أجزاء من المنطقة الوسطى وأيضا أجزاء من شمال شرق المملكة. تفاصيلها نستعرضها بهذه الخريطة لتوزيع الأمطار المتوقعة من نهار اليوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء. يوم الأحد أجواء مستقرة بشكل عام، لا فرصة للأمطار في عموم مناطق المملكة، لكن اعتبارا من يوم الاثنين تبدأ جبهة هوائية باردة سطحية بعبور أو بالتشكل في أجزاء من شمال شرق وسط وغرب المملكة تعمل على نشوء أحوال جوية غير مستقرة في عموم المنطقة الجنوبية الغربية أيضا المنطقة الغربية حتى سواحل وسط البحر الأحمر وامتدادا حتى منطقة حفر الباطن وعبورا بمنطقة القصيم شمال منطقة الرياض وأيضا عموم منطقة الطائف وأيضا جنوب المدينة المنورة. تستمر هذه الأحوال الجوية غير المستقرة خلال ساعات ليل الاثنين على الثلاثاء مع تحرك هذه الجبهة الهوائية الباردة جنوبا لتشملكم من حفر الباطن وأجزاء إضافية من منطقة الرياض وأيضا عموم المنطقة الجنوبية الغربية، لكن خلال ساعات يوم الثلاثاء تتراجع تأثيرات هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي، لكن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس مع بدء هبوب لتيارات شمالية غربية باردة خلف هذه الجبهة الهوائية الباردة تعمل على استقرار بالأجواء، لكن انخفاض ملموس على درجات الحرارة. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة. تسود أجواء مستقرة، طقس صافي 12 درجة مئوية كحرارة مقاسة على المحسوس 11، الرطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية الثلاث أيام القادمة. الاثنين 23 إلى 16، الثلاثاء 21 إلى 10، وتنخفض يوم الأربعاء مع بدء تأثر العاصمة الرياض بالتيارات الشمالية الغربية خلف الجبهة الهوائية الباردة 19 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 12 درجة مئوية. نستعرض الآن وياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي المدن السعودية ليوم الاثنين. نبدأها شمالا، تبوك 18 إلى درجتين مئويتين فقط، سكاكا رياح نشطة 17 إلى 4، وعرعر 13 إلى 3 درجات مئوية. المنطقة الغربية المدينة المنورة 23 إلى 9، جدة 24 إلى 17 مع أجواء غائمة، مكة المكرمة أحوال جوية غير مستقرة 20 إلى 16، والطائف زخات من الأمطار 16 إلى 12 درجة مئوية. الباحة زخات من الأمطار أحوال جوية غير مستقرة 12 إلى 10، جازان 30 إلى 25 أيضا أحوال جوية غير مستقرة، وأبها 18 إلى 11 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 21 إلى 16، حفر الباطن رياح نشطة 18 إلى 9، والإحساء 21 إلى 15 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى الرياض 23 إلى 16، بريدة زخات من الأمطار 25 إلى 13، وحائل 20 إلى 5 درجات مئوية. كان هذا كل ما لدينا للحد الآن. إلى اللقاء.